بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كنقدم الشكر الخاص للجريدة الإلكترونية فاس نيوز وكذلك الجريدة الإلكترونية أصوات، وكنشكرهم لأن هذه نقطة إيجابية كتضاف للسجل ديالهم، وشكرا مرة أخرى. الاسم سلاسي عبد الإله. صراحة أنا ما عنديش مع هاد التصوير وهاد المسائل هذه، ولأني تحطيت في موقف لأنني أب ديال ولد 24 سنة في العمر ديالو، كافحنا معاه، تقاتلنا معاه، خدا الدكتورة ديالو في كلية الطب والصيدلة بالرباط، بغينا نعاونو الشباب وندخل في صلب الموضوع. نظرا للظروف اللي كتحتمها مواصفات باش تاخذ شهاده لفتح الصيدليه هو لو ميتراج لو شيناج. الور اللي في هذا الميدان غيعرفني شنو قاصيت وشنو كان قاصي باش لقينا هذا الميتراج وهذا الشيناج هذا هنا بواد فاس قريب المصحة. هنا بواد فاس اقتنينا المحل، شريت المحل، كان ساينو سيدي كمل لأن ضمن الوثائق المطلوبة هو بيرمي دابيتي. السيد يلاه فينا وجد غادي أكثر مدة وأنا شاري المحل. هو ده اللي وراك الناس ياك أستاذ؟ نعم هو هذا هذا اللي فين انا خديت المحل لولدي باش نديرو له صيدليه، وكنت مطمئن لانني قلبنا ما كاين حتى شي واحد في الجوار قريب يتسالى على ديالنا، يعني مرتاح، يعني ما كاينش اللي عنده هذايا. هادشي كله المستقبل ديال الوليد، هادشي كله ضمن المستقبل، لان هذا هو علاش قلت لك انا اول مره راني كندير هاد الفيديوهات وهاد الخرجه اعلاميه هكا، لانني حسيت بواحد الظلم ولا حقره ولا ما عرفتش كيفاش حسيت بها ولا هذا، لان انا باغي الا كان عندي الحق ما حقي ناخذه، ولا ما كانش حقي ما نحمد الله ونشكره، ولاني اضطريت انني نخرج بهذا الخرجه هذه. عبد الاله اسمح لنا قطعناك، وحنا في الكواليس قلت لنا على ان الاجراءات الاداريه المتعلقه بالمحل اللي خديتي لولدك كانت سباقه في طلب رخص. لا ماشي فعلا سباقه في طلب رخصه ديال البيرمي دابيتي، لان احنا الوحيدين اللي واجدين، لا لاحظتوا في المنطقه كامله يعني في الحي كامل، احنا هو هذا البيت القصيد اللي علاش جينا كنديروا هنا. حتى كانت فاجئ مشينا منين وجدنا، مشينا للباشاويه كنتفاجئوا ان ملف واحد اخر تحط، ما تحطش بالبيرمي دابيتي، تحط بشهاده المطابقه، وهذا هو نقطه كاع اللي التاريخ اداء ملف كان قريب، يعني قريب. لا احنا ما حطيناش ملف، احنا كنا مجهزين الملف لاننا مطمئنين ان ما كاين حتى شي واحد غادي يسبقنا، لان ما كاين حتى واحد واجد بينا، لان لا كل شيء في طور البناء. حتى كنتفاجئ قلت لك بهذا الملف هذا انه موبل في طور البناء بالقرب منا من هذا المحل هذا اللي خديت انا، كياخذ شهادة المطابقة، وهذه هي أنا اللي بغيت نركز عليها. أنا السؤال ديالي غنخصو مباشرة السيد والي جهة فاس مكناس المحترم اللي كنحترموه وكنقدروه، لأن كنعرفوه رجل قانون ورجل يحب القانون. أنا بغيت غير نسول السيد الوالي، واش هاد شهادة المطابقة كتعطى على موبل في طور البناء؟ احنا بعدا ما عطاوها لناش، وإلا كان هاد الشهاده كتعطى في دور البناء راهم هما اللي على حق وانا اللي غلط، وانا غنعتذر لهم رسميا. وإلا كان فيها باك صاحبي ولا محسوبيه ولا زبونيه ولا انا كنلتمس من السيد الوالي ياخذ لي حقي في هذا الموضوع هذا، لان دقيت جميع البيبان وكان السيد الوالي، لانه هو اللي غادي، وبغيت جواب واش هاد السيد عنده الحق ياخذ هاد شهاده المطابقه في موبل، واخا انني انا على علم
انه ما يمكنش ياخذ هذه الشهاده، ولاني ربما نكون غلط. انا بغيت السيد الوالي يجاوبني، وشكرا للاذاعات بجوج ولله يخطيكم. دابا في حاله ما الا تعطى لهذاك، يعني الكراج هذا بالنسبه لكم ضعت؟ انا بالنسبه لي اللي عطى لهذاك انا ضعت، ولاني ما الضيعه الكبيره هي تماره اللي ضربنا، اما ما ضعناش يمكن ماديا، ولاني غنضيعوا في تماره اللي هذه اكثر من 8 شهور وحنا على قدم وساق، يعني فاس وخارج فاس وكنقلبوا حتى طمأنينا وقلنا ان صافي راه رصينا وهذا وهذا. انا بغيت غير القانون، انا ما باغي والو. انا الا كان هو عنده الحق ياخذ فهاد شهاده المطابقه، انا الله يسهل عليه من القلب، ما عنديش علاقه انا بالسيد الصيدلي اللي دافع، انا عندي بالعلاقه بالجهات اللي عطات هاد الورقه. الا كانوا قانونيين بصحتهم، ما كانوش قانونيين القانون فوق كل شيء. وشكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.